إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. السلام عليكم ورحمة الله. إن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، فهم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، حيث إن حب الصحابة رضي الله عنهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن حبهم جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، حيث قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بالإضافة إلى نقلهم رسالة الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة من بعده، فكانوا أعلام الهدى ومنارات العلم، ونشروا الفضيلة والأخلاق والأدب والصدق. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في العديد من الآيات، ومنها قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومن المعلوم عند العلماء وأهل الإيمان أن الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في الفضل، وذلك بحسب سبقهم للإسلام والهجرة والإيواء والنصرة والجهاد في سبيل الله، حيث إن أفضلهم السابقون الأولون من الأنصار والمهاجرين الذين قاتلوا وأنفقوا في سبيل الله قبل صلح الحديبية الذي سماه الله سبحانه وتعالى فتحا، حيث قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ومن الجدير بالذكر أن الله اختص أهل بدر من المهاجرين والأنصار مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعددهم 300 وبضعة عشر رجلاً.